أخبار اليوم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين. وبعد، موضوع ابتلاء إخواننا اللي احنا بنلزقه في ربنا وفي القدر ومكتوب لي، ده موضوع مهم جدا وبيجرجر وراه أنا مخير ولا أنا مسير ولا أنا مكتوب عليا. يعني شوف، في قاعدة تريحك جدا، مش راحة خدامك، لكن لازم وجود قاعدة. هو إمتى الموضوع يكون قدري ومكتوبي؟ وإمتى يكون أنا البيه السبب فيه؟ موضوع يكون قدري ومكتوبي لو لم يكن لي دخل فيه. خد القاعدة دي اكتبها. يكون الشيء جبرا لا اختيارا إذا لم يكن لي أنا العبد يد فيه. أدي شاي بيعملوه الناس وعلموا بعض، بتجيب مية، لو حطيتها في بلاستيكية زي دي البلاستيكية هتسيح والنار هتطفي الموقد، مسلمات. فعايز براد أو كنكة ألمونيوم أو صفيح، وهتحطها وتغلي المية وتجيب شوية شعر شوية سكر على قطرة نعناع زي كده من عندي، وتيجي حاطط البتاع بسم الله ما شاء الله، والمية لازم تتكتك علشان تحس بطعم الشاي، وإلا هيبقى ماسخ. لو بتحبه ماسخ مش حرام، براحتك يعني. عشان دي تشيلها حضرتك لازم تبقى عارف إنها تكون تستحملها إيدك، ألف بتاع كي جي وان. فلما يجي واحد يشيلها وهي مولعة وتيجي واقعة على رجله ونف، وبعدين يجي واحد تاني يقول له خير خير خير، ولا ريحة الخير عندك ولا عنده، ولا انتوا فاهمين حاجة نهائي. وبعدين يبرمجها أكتر، يقول له تعرف دي إرادة ربنا عشان ما تروحش المشوار إياه. ربنا بيحبك. تخيل لما نترجم عن ربنا ونقول لربنا انت عشان تحوشنا عن المشوار اللي احتمال يكون فيه ارهاق او خسارة علينا، كسرت رجلنا او ولعتها بكوباية الشاي، ده يبقى رب ده؟ يعني انا لما جمع واجيب كل نصوصي مع بعضها والاقي واحدة بتدور على طفل ابنها في الغزو، واحدة هبلة واخدة عيل بترضعه وريحة طب اللي كفر، وبعدين لقت ابنها فراحت ضماه، والنبي خد منه درس عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه الست دي ممكن تلقح الولد ده بعد ما عثرت عليه. خلي بالك، هي ممكن تلقحه في وقت تاني، بس في الساعة دي بالذات لأ، لأنها كانت مشتاقة قوي بتدور عليه ومحروقة وما صدقت تلاقيه، فمش ممكن في ذيس تايم ترميه في البتاع. فقالوا لا، وهي قادرة على منعه. قال الله أرحم من هذه بعباده على ولدها. لما أنا أجيب النص ده من البخاري على الشمال كده في نص الصفحة بالظبط وأقول الله اللي أرحم بعباده من الست على ابنها يعمل لنا عشان ما نروحش المشوار كوباية شاي مولعة تقع على رجلنا، ما لا لوجيكال ولا بوجيكال ولا أي حاجة في الدنيا تقول الكلام ده. إحنا اللي ضيعنا على نفسنا خير بقى، ما تقولش شر، وكان انا لو كنت عملت الكلام ده غلط، كله غلط. الصح انك انت تبقى عارف مسلمات الاشياء، ولذلك في حاجه بيسموها الخدمه. وكان في واحد بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام اسمه سعد، وسعد ده كان استاذ في عمل الحريره، فكان النبي بيحب ياكلها منه جدا لانه المتقن ليها. المتقن ده يعمل لك الشاي، ما انتش ما معكش اجره خادم، اتعلم تخدم نفسك وتعلم المسلمات اللي هي دي، ما تتشالش الا اذا كانت ايدك تسمح بشيلها. لكن احنا دلقنا القهوه وقلنا دلق القهوه خير، حطينا قواعد، لا مش خير، راح بن وراح سكر وراحت ميه وراح غاز وراح وقتي، وانا عمال كل شويه اقربها من النار عشان اسويها كويس، وابعدها واقربها وابعدها، كل ما تعلق ابعدها وبعدين تهدى اقربها تاني عشان البن يبقى طعمه كويس لانه مستوي وخير. واحد تاني باظت الست حاطه اللي حله لحمه مش عارف ب 85 90 جنيه كيلو، يعني نار جهنم.
وحطها وبتجري تشوف الكورة. الستات بقت بتشوف الكورة وبقت بتنتمي للفريق وبتشجع وبتصفر، بتصفر زي العيال البايظة. هي رضيت بده، فكل شوية رايحة تتابع، نشفت شوية المية اللي في اللحمة نشفت واتحرقت النوم. شوف العلة بتاعتنا بقى، ملناش نصيب فيها. شوف العلل اللي تفقع المرارة بجد. ليه؟ مين اللي حرمكم النصيب؟ مين اللي حرمكم النصيب؟ يا لو كناها كانت بطننا هتوجعنا. بالله عليك، كل ده دجل. انت ليك ايد فيها، وعندك قرآن بيقول ولتصنع على عيني، مش على ماتش الكورة وريحة جاية يا ماما، ألو يا ماما، وهاتي يا رغي، لغاية لما الحلة اتحرقت والواد كمان حط ايده في الفيشة ومات. استحالة. انا من اغرب الاسئلة اللي جاتني، واحدة ساكنة في دولة ما الدور 22 وعندها عيل مهفوف، هي عارفة خلفت ايه. الواد ببص من الشباك من الدور 22 وبيجري، عارفة كده بتجري وراه وبتشيله بتاع، نازلة تصلي الفجر وسايبة الواد نايم. لا هي ضامنه انه هيفضل نايم، ولا مدياله مخدر ولا حد جنبه، وحتى لو حد جنبه هيبقى بيشخر راخر. وريحه تصلي الفجر في الجامع، وهي راجعه من الجامع لقته تحت على الرصيف متفتفيه. ده ايه افتي يا مفتي؟ قاتله. طب قاتله فجر ايه اللي راح تصلي في الجامع وهي عارفه ان عندها حاله ما تقدرش تسيبها لوحدها ربع ساعه؟ مكانها كانت صلت على السرير مدام عندها الهفه. دين ايه اللي احنا فاهمينه؟ احنا عندنا مسح لكل المعلومات اللي في الدنيا، ومنها موضوع الكرب والابتلاء. كرب والابتلاء 90% فيه احنا سببه. يا فندم قانون الدنيا كده. أفرأيتم ما يجي ربنا في اخر سورة الواقعة، وحتى ما تمنون أنتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ هو الخالق لايه؟ لسبب موجود فيك؟ ممكن يكون مخلق وممكن يكون غير مخلق. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه؟ لازم تزرع، وبعدين النتج والنمو والكوز والغذاء ده بتاع ربنا، انت بس بتحط بذرة، لازم تحط البذرة. ما حطتهاش سيادتك وبالتالي ما حصدتش. ما تقولوش لا ده انت الزارع يا رب، انت تأكدني وانا قاعد على قنايم. احنا نمنا والناس تقدمت، ودجلنا والناس اتبعت الحق، وقعدنا نحكي قصص وحواديت والناس ابتدت تعمل تيم ورك ومش تيم ورك، وتفكر وتحط ده على ده واستنتجت. والدنيا لمن زرعها، وحصادها لمن غرسها، وخيرها لمن سعى إليه. لا له دعوة بإيمان ولا كفر، دي ورقة ودي ورقة، من جد وجد، مسلما كان أو غير مسلم. والنبي لما سأل عليه الصلاة والسلام عن البستان اللي شافه عجبه، قال للست اللي على بابه ترى من غرس هذا البستان، مسلم أم غير مسلم؟ ما قالهاش نسيسر يبقى مسلم، لا، ممكن يكون بستان يعجب النبي عليه السلام واللي زرعه مش مسلم. الأرض مش هتقول له أنت كافر، مش هتطلع لك، الأرض بتعترف بالعرق. الحاجة الوحيدة اللي هي قدرك طولك ولونك ومناخيرك وحلاوتك يا جمالك، دي مالكش إيد فيها. يبقى ده ودي لا هتدخلك جنة ولا هتدخلك نار. مفيش عندنا آية بتقول البيض في الجنة ولا السمر في النار. إيه القدر؟ هو اللي ماليش إيد فيه. عندي 3 مليون بنت ما بيتجوزوش، امتى يبقى قدر انها ما اتجوزتش؟ اذا كانت بنت سمعتها كويسة، صناع يعني تقدر تعمل شاي وتطبخ لقمة، متعلمة الى اي درجة من درجات التعليم، خبط على بابها حد وما تصدختوش هي واهلها بالمهور والمقدمات والشبك والعلاية، وتكتب 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 ولا فيش حد جه، يبقى ربنا اراد لها الخير بده ولا يد لها فيه. إنما لو إحنا تعسفنا وبقت سمعتنا زي الأطران وما نعرفش نسلق بيضة، وكبرناها علمناها كل حاجة إلا إنها تكون امرأة وست بيت، واللي جه سلخناه، ما نقولش مكتوب. مفيش حاجة اسمها مكتوب هنا، في حاجة اسمها أنت اللي ضيعت الصيفة، ضيعت اللبنة، أنت اللي ضيعت الفرصة من إيدك اللي كانت جيالة. لكن لو محدش جه نهائي، مع إنها بتخرج والناس عارفة ان فلانة دي بنت فلان وانها ما اتجوزتش او طلقت او ارملة ما تجوزها وعرفها، ومحدش خبط علينا الباب، يخبط جبريل والملايكة بالستر والرضا والقبول لقدر الله اللي انا ماليش فيه ايد.
دي قاعدة في كل شيء، ما لا يد لك فيه مكتوب عليك، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى رضاك من سخطك. لكن أنت تفقع عينك بإيدك، ده لا يمكن تقول أنا فقدت إحدى حبيبتي وضمنت لي الجنة. جنة مين ده؟ أنت هتروح النار، ده أنت هتولع لأنك فقدت عينك. وربنا ما قالش افقع عينك، وإنما ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لا احنا حبينا نعتكف ونقعد، والنهاردة الجمعة والنهاردة أجازة وبكرة أجازة وبكرة يوم الأم ويوم الأب ويوم الأسرة ويوم الفلاح ويوم الغراب، وبقت كلها أيام. خلينا نحتفل كل الأيام، خلينا. ما في حاجة اسمها الغيب اللي كشفه ربنا ودلاليه في كتاب كامل واحنا مش مصدقين. احنا خدنا الغيب يعني الغيب الغيب، ما حدش يعرف الغيب. لا، ربنا قال لكم الغيب فيه ايه هيحصل. قال ولا تبسطها كل البسط فتقعد في الفيوتشر في الغيب. الغيب هو انت معاك 1,000,000 جنيه تقدر تخلصها في نص ساعة وتجيب عصافير، بكرة هتقعد مكشوف ما تلاقيش رغيف تاكله. ما هو ده الغيب، هو باين، هو باين، ربنا بينه، بل بين اللي أعلى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة. الغيب ايه؟ يرى. في الخير يشوفه وفي الشر يشوفه ويجزى به أو عنه. حتى نلتقي أرجو لكم كل سعادة وخير مع بوابة أخبار اليوم وكلام. شكرا، السلام عليكم.